نرحب بضيفنا الدكتور أمين الصيرفي، اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية بالمركز العالمي، مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي في الشارقة. دكتور أمين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يوم أمس تكلمنا عن اضطرابات البروستاتا، طبعا التهابات ضخامة البروستات الحميدة وأيضا سرطان البروستاتا، ومثل ما بنعرف طبعا هذه المشكلة هي مشكلة تصيب الرجال، غالبية الرجال طبعا بالضخامة الحميدة، لكن نسبة لا بأس من الرجال يتعرضون للالتهابات حوالي 10 إلى 12%. طبعا تختلف النسبة من دولة إلى دولة ومن منطقة إلى منطقة أخرى، لكن هي النسبة ليست بنسبة قليلة طبعا، والمشكلة تتعلق به طبعا الإصابة لا سمح الله بسرطان البروستات، رغم أنه طرق الوقاية متاحة، وهذا ما نريد أن نؤكد عليه اليوم، خصوصا أن هذا المرض يتطور وربما يعني لا تحدث الأعراض مثل ما ذكرت يوم أمس دكتور أمين إلا بعد فوات الأوان، يعني يكون السرطان قد وصل إلى مرحلة من المراحل باتت متقدمة. هل هذا الكلام صحيح دكتور أمين؟ لا، كلام صحيح تماما. إحنا موضوع البروستاتا طبعا موضوع بيشغل كثير من الناس، لأنه البروستاتا هي سر الحياة. نعم. بالنسبة للبروستاتا هي سر الحياة، لأن لو ما فيش بروستاتا ما فيش حياة، لأن من خلال البروستاتا بيأخذ زي ما اتفقنا السائل المنوي، وهي بتشارك في تكوينه السائل المنوي بنسبة 20% من مكونات السائل المنوي، وبالتالي سر الوجود والحياة والإنجاب كله بيمر عبر هذه البوابة. نعم. وبرضو الراحة في التبول بتمر عبر هذه البوابة. احنا يعني هقول لحضرتك هي مشكلة البروستاتا بسيطة جدا لو الإنسان فهمها بطريقة صحيحة. بداية البروستاتا عضو طبيعي في الجسم زي ما اتفقنا امبارح، وقلنا ان ده عضو طبيعي جدا بيصاب بأمراض، وقلنا الأمراض ثلاث حاجات. نعم. قلنا التهاب، قلنا الحميد، قلنا طيب. نعم، نحكي عنه دكتور أمين، لكن عندي اتصال لو سمحت لي، طبعا سنتكلم بالتفصيل. ناخذ الأخ أبو حمد. ألو، السلام عليكم أخي العزيز. مساك الله بالخير دكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، هلا أخي، تفضل. الله يسلمك. أول حاجة لقضية الأعراض، يعني يمكن الواحد ما سمع حلقة البارح، الأعراض اللي هي بعدين هل هي مرتبطة بعمر؟ يعني مثلا المفروض أن الواحد مثلا يسوي لها فحوصات حتى لو ما كان فيه يعني أعراض. نعم. مرتبطة بالرجل يعني بالذات، ممكن يعني من هناك إجراءات أو فحص روتيني. نعم. يعني يعملوا كل كم، يعني إذا مثلا خلنا نقول جاوز 50 أو ما قارب من ذلك. نعم. بعدين بالنسبة لل شو الأشياء أو الأدوية اللي ممكن يعني تكون لها تأثير مباشر الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والهذا، هل لها تأثير مباشر؟ نعم. أو لها تأثير على الأضوء هذا البروستات، بحيث أنه ممكن تكون يعني تتسبب في مثلا الأضرار بالبروستات. نعم. مشكورين. طيب شكرا أخي أبو حمد لهذه الأسئلة. دكتور أمين، فقط لنذكر بالأعراض في البداية، ما هي المظاهر السريرية لالتهاب البروستاتا وأيضا لضخامة البروستاتا؟ الأعراض السريرية بتترخص في بداية في أعراض تتعلق بعملية التبول نفسها. نعم. بمعنى أنت من الشخص متعود يتبول في الطبيعي من 3 إلى 5 مرات في أثناء النهار، وأحيانا مرة إلى مرتين يقوم من النوم عشان يتبول، دي في الظروف الطبيعية، دي الرينج الطبيعي. إذا حصل تغير على أي مريض في عدد مرات تبوله، لاحظ أن عدد مرات تبول أصبحت كثيرة، أصبح لا يفرغ، يخش الحمام ويطلع ما كملش، يشعر بعدم الإفراغ والحاجة للدخول مرة تانية. نعم. يشعر بأن ابتداء تدفق سريان البول واندفاعه ابتدى يتغير، ده أشياء تتعلق بسريان البول نفسه. في حاجات تانية تتعلق أنه في آلام، ممكن يجيله آلام أسفل البطن، ممكن يجيله آلام في الخصية أو في العضو الذكري. نعم. ممكن يجيله حرقة أثناء التبول. كل هذه الأشياء مؤشرات لموضوع اضطرابات البروستاتا. أيضا من الأشياء المهمة أن أثناء المعاشرة الجنسية أثناء القذف قد يكون في بعض الحرقة، وده الشيء المشخص بشدة لالتهابات البروستات. وأيضا الدم، خروج الدم مع يعني بعد التبول أو في نهاية التبول أيضا، هل له دلالة دكتور؟ أنا ما بحبش أقوله لسبب، لأن خروج الدم دوت بينبئ بأشياء مختلفة، يعني نعم. الدم في البول قصة مختلفة خالص. طيب نتكلم عنها، نحضر في البروستاتا. طيب. لأن إذا كان هناك دم في البول فلاجب أن مراجعة الطبيب فورا، ولا تستريح إلا أن تعرف سبب الدم، هل هو من البروستاتا أو مجرى البول ولا من الحالب ولا من الكلى ولا من المثانة، لازم تحدد سببه بالضبط. وبالتالي دم البول غالبا في البروستاتا بيجي في مراحل
التهابات شديده جدا او مراحل متقدمه من الاورام. نعم لكن ضروري طبعا نعم تغير لون البول مؤشر لاضطرابات البروستاتا. طيب تتكلم ايضا عن هذا الامر لانه ايضا هام جدا وله دلالات مختلفه طبعا هامه. لكن معي ايضا اتصال من الاخ ابو محمد. الو السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عصام كيف الحال؟ الحمد لله. معك الدكتور امين. تفضل يا اهلا وسهلا. مرحبا دكتور امين. مرحبا كيف حالك؟ مرحبا اهلا وسهلا يا اخي. يعطيكم العافيه ان شاء الله. مشكور على البرنامج. بقول بعمرك انا بسالك عندي سؤال. يعني في هل زياده تبول يعني وانت بكرامه يعني مستمعين؟ نعم. يعني في وراثي شيء وراثي شيء بعد ولا بس في شيء يعني من البروستات؟ نعم واضح السؤال دكتور امين. تمام واضح جدا. طيب. احنا بس شكرا. ما كناش على الاخ الاولاني. نعم شكرا الأولاني. نعم انا طبعا عندي الاسئله سجلتهم كاملين يعني حتى ما نضيع حق المستمع باي استفسار. شكرا لاتصالك أخي أبو محمد. بعد الفاصل نجاوب على بقية الأسئلة الخاصة بالأخ أبو محمد التي تتعلق بالأعراض أيضا العمر الفحوصات الأدوية والأمراض المزمنة وأيضا على استفسار الأخ أبو محمد عن الوراثة هل لها علاقة بهذا الموضوع. موضوعنا عن البروستاتا. ضيفنا الدكتور أمين الصيرفي اختصاصي المسالك البولية أمراض وجراحة المسالك البولية. دكتور أمين السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل طبعا الأخ أبو محمد وأيضا الأخ أبو محمد يعني طرحوا عدد من الأسئلة الأعراض أو المظاهر السريرية أيضا العمر في أي عمر يجب على الرجل قبل ما طبعا تصير عنده هذه المشاكل أو هذه الأعراض اللي ذكرت دكتور في أي عمر ينبغي أن نقوم بإجراء الفحص للتأكد للأطمئنان. تمام هنجاوب بس على أسئلة الأخ الأولاني الأخ أبو محمد الأول. أبو حمد نعم. الأولاني قال إنه سأل سؤالين ومهمين في منتهى الأهمية. الأعراض السرية إحنا قلنا الأعراض السرية خلصناها إن أشياء متعلقة بالبول بعملية التبول نفسها وأشياء متعلقة بلون البول تغيره أو أي شيء غير طبيعي في البول أو شيء متعلق بالعلاقة الزوجية أو الآلام والقصف أثناء الجماع. يبقى دي الأعراض السرية. إذا حصل حاجة من الحاجات دي تستشير الطبيب. سأل سؤال تاني مهم قال إنه هو السكر والضغط وفي أي سن وهذا الكلام. غالبا تضخم البروستاتا ما بيحصلش في السن الصغير نادرا ما يحصل صغيرة جدا لكن غالبا بيحصل حوالين سن 50 والسن دوت غالبا برضو بيبقى مصاحب ببعض تغيرات في الجسم زي وبعض الأمراض زي السكر والضغط. هو بس مريض السكر والضغط لما من ضمن السكر والضغط ليهم مضاعفات خاصة لو كان مش مسيطر عليه سيطرة صحيحة فبيبقى متزامن يعني مجرد تزامن ما بين تضخم البروستاتا والسكر والضغط ولكنها ليست مسببات. يعني ما فيش واحد مش كل واحد عنده سكر وضغط لازم يبقى عنده تعب في البروستاتا بس هو غالبا بيبقى تزامن لان السكر والضغط في السن الكبير لما يكونش مسيطر عليه كويس بيعمل لك مضاعفات. الجزء الثاني في جزء الاخ الثاني سالني عن موضوع الوراثه. لسه ابو حمد كان سال امتى بنعمل الفحص بشكل طبيعي يعني قبل ما يكون عندي تمام. مرض هل في الأربعين في الخمسين وامتى بنكرر هذا الفحص؟ تمام نعم. الانسان الطبيعي احنا قلنا لو ما فيش عندك اي اعراض حصل لك اي تغيرات في عمليه التبول في شكل البول في العلاقه الزوجيه استشير الطبيب. طب ما فيش في لكل مرحله عمريه فحص دوري بغض النظر عن في اعراض ولا ما فيش مفروض حوالين سن الأربعين او الخمسة والأربعين بتزور الطبيب زيارة لانه بيحدد لك باختصار شديد بيطمنك على حجم البروستاتا بصفة عامة وساعة المثانة كمية البول المتبقي ودي اهم جزئية بفحص بسيط جدا فحص سريري بسيط وقد يكون بألترا ساوند بسيط جدا ياخد فكرة عن البروستاتا بتاعته اخبارها ايه وهل هي عضة ولا ما فيش. طيب لو كان في العيلة تاريخ مرضي لأحد الأقارب الدرجة الأولى على وجه التحديد زي مشاكل في البروستاتا وأمراض في البروستاتا ده يجب يستشير الطبيب فورا حتى لو ما فيش أعراض لأنه نسبة الإصابة عنده بتبقى أعلى. وفي الحالات اللي بيبقى فيها تاريخ مرضي عائلي أو التهابات متكررة في السابق وبطلت ده اللي بنبحث فيه نعمل له تحاليل البي اس اي ودلالات الأورام عشان نطمن إن هو بعيد عن احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا. وهذا تقريبا يعني جواب للأخ أبو محمد إنه هل الوراثة لها دور في الإصابة باضطرابات البروستاتا دكتور؟ أكيد الوراثة لها دور خاصة في موضوع سرطان البروستاتا. نعم. أما موضوع تضخم البروستاتا فدام قلنا ما اللي عند كل الرجال 80% معظم الرجال نعم غالبية الرجال يتعرضون للضخامة الحميدة نعم. لكن لا يعني أنها ضخامة حميدة بمعنى أنه لا راجع الطبيب أني ما راجع الطبيب وأني أهمل هذا الموضوع لأنه هذا الأمر أيضا له يعني انعكاسات سلبية لو أهملت لو أهمل الشخص يعني وعدم ولم يراجع الطبيب.
اكيد يعني احنا مراجعه الطبيب معلش انا هتطرق لنقطه في الموضوع ده بالتحديد، هي مراجعه الطبيب للاسف الشديد ساعات بيبقى فيها الكثير من الفحوص وده غير مطلوب. يعني مراجعه الطبيب اول حاجه بالتاريخ المرضي، اولا الفحص السريري ده بيمثل حوالي 80% من التشخيص. نعم. ثم ياتي فحص البروستاتا بالتحديد، فحص بسيط للغايه، فحص بنفحص البروستاتا عن طريق الالترا ساوند في دقائق، نشوف حجم البروستاتا وطبيعتها، ونشوف اهم حاجه ساعه المثانه وكميه البول المتبقي بعد التبول. هي دول ثلاث كلمات اللي بنقدر نعرفهم من في مريض البروستاتا نطمئن عليه، هو يطمئن واحنا نطمئن. في اي خلل في دول نبتدي احنا نشوف ايه اسباب نبتدي نتدخل. نعم، دائما نتمنى طبعا يعني الالتزام بالفحوصات الدوريه. حينما نقول الفحص الدوري وايضا منذ الصغر، يعني مثل برنامج اللقاح او التلقيح او التحصين عند الاطفال، اذا ما التزمنا بمثل هذه الزيارات الدوريه اللي هي في حاله الصحه وليس في حاله المرض، نوفر كثيرا من الأموال ومن الجهد ومن الوقت علينا جميعا، وأيضا ليس علينا وإنما على المجتمع وعلى الحكومة وعلى الهيئات الصحية. لأني أقول دائما كلفة المرض كبيرة جدا، يعني ليس فقط من الناحية المادية، أيضا من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية العملية. حتى لو كان الشخص لديه يعني صداع، فمن يعاني من الصداع يعني يكون مزعوج، لا يستطيع أن ينجز بشكل أفضل، لا يستطيع أن يعطي. فبالتالي نقول دائما التركيز على الوقاية والفحوصات الدورية. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة برنامجكم بلسم على الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. ومن الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل النصية القصيرة، السلام عليكم، أسباب الحرقة أثناء القذف. أنت ذكرت يعني دكتور، لكن هل هناك أسباب أخرى؟ نعم في أسباب متعددة. نعم. حرقة أثناء القذف لها أسباب متعددة. بداية لازم نعرف أن القذف دوت السائل المنوي دوت جاي منين. السائل المنوي جاي من الخصية، بتشارك ب10% فقط، وهي الحيوانات تنتج الحيوانات المنوية وتمثل 10% من كمية السائل. الحويصلة المنوية دي بتنتج حوالي 70% من السائل المنوي وتنتج سكر المني، والبروستاتا بتنتج 20%. فلو تخيلنا القذف دوت يبقى عبارة زي حلة لحم فيها مرق فيها لحم. اللحم هي الحيوانات المنوية دي جاية من الخصية، وبالتالي أسباب الحرقة قد يكون التهابات في الخصية تؤدي لحرقة المني. طب قد يكون والأغلب والأعم التهابات في الحويصلة المنوية تؤدي إلى حرقة في المني، أو التهابات في البروستاتا تؤدي لحرقة في المني. أحيانا يبقى في التهاب في مجرى البول أو في غدد اسمها غدد كبرى، غدد في حوالين البروستاتا وفي مجرى البول، دي برضو بتؤدي إلى حرقة في المني. وبالتالي إذا حصل حرقة في المني لازم بس تعرف السبب وتتعالج علاج صحيح، لأنه مشكلة حرقة المني حاجتين. إنه أحيانا حرقة المني مع دم في المني، وغالبا الناس ما بتشوفش المني، يعني معظم الرجالة ما بيشوفوش المني، يعني لو شفته ولقيت في دم في المني مع حرقة، لا ده مؤشر لابد أن تفحص خاصة لسلامة البروستاتا وسلامة الحويصلات المنوية. نعم، هناك أيضا استفسار، هل هذا الالتهاب يمكن أن ينتقل؟ طبعا نتكلم عن العلاقة الشرعية للزوجة. نعم. نعم، التهاب البروستاتا في الأغلب لا ينتقل إلى الزوجة. نعم. ليه؟ معظم التهابات البروستاتا بتبقى اللي بيخرج مع المني معظمها أشياء لا تؤثر على النسيج الطلائي للمرأة. نعم. وبالتالي كل مريض عنده التهاب في البروستاتا زوجته بتشتكي أو بينتقل لها الالتهاب، إلا إذا كان التهاب مختلط، يعني مصاب بأحد الأمراض الجنسية، وده حديث شرحه يطول، يعني بعض الميكروبات فقط، وهي نسبة ضئيلة من التهابات البروستاتا هي اللي تنتقل للزوجة. لكن في الأغلب والأعم مريض التهاب البروستاتا ما بينقلش لزوجته، بس ده بيسبب له نوع من المضايقة أثناء المعاشرة، وقد يؤثر على القدرة الجنسية بصفة عامة. وبالتالي علاجه شيء مهم، وممكن يكون مؤشر أو يعني اكثر عرضه للتعرض لمشاكل البروستاتا في الكبر خاصه في الشباب. نعم. او يكون اكثر عرضه لاصابه بالسرطان. طيب ايضا استفسار، هل القذف الباكر له علاقه بالتهابات البروستاتا؟ يقينا. نعم. القذف المبكر من الاشياء الشائعه جدا، ومن احد اسبابه الرئيسيه هو وجود التهاب في البروستاتا او الحويصله المنويه، ودي بتؤدي الى سرعه القذف، بالاضافه الى اشياء اخرى طبعا، اسباب هرمونيه واسباب عصبيه وأسباب نفسية. يعني في كذا سبب لهذا الموضوع، المهم تحط إيدك على السبب، بس من أحد أكثر الأسباب هو التهاب البروستاتا أو التهاب البروستاتا والحوصلة المنوية. وكثير من الناس بيهملوا حكاية الحوصلة المنوية ديت، ودي سهل جدا إنك تعرف السبب بتاعها بالأشعة في دقائق أو بتحليل بسيط للسائل المنوي.
طيب منذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وأيضا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. وطبعا أي استفسار أي اقتراح نرحب بأي استفسار وأي اقتراح. وضيفنا الدكتور أمين الصيرف. دكتور أمين, بالنسبة لسرطان البروستاتا وطبعا سنتكلم عنه بشكل خاص حاليا, يمر بمراحل, سنستعرض هذه المراحل. ما هي الأعراض في المرحلة الأولى, في المرحلة الثانية, أيضا فيما بعد سنتكلم عن طرق التشخيص ومن ثم العلاج, طرق العلاج, هل هي دوائية, هل هي جراحية, هل هي بطرق مختلفة أو يعني مع بعضها البعض. تمام. نعم, نتكلم عن المراحل في البداية, تفضل. أول حاجة المراحل, سرطان البروستاتا زي ما اتفقنا بيعدي بكذا مرحلة زي بالضبط الشجرة, لها جذر ثم تنمو. في المراحل الأولى مبقاش عنده أي أعراض وبيبقى مجرد محدد داخل غدة البروستاتا نفسها. في المرحلة الأولى بيبقى مجرد تغير بسيط في غدة, في نسيج غدة البروستاتا, ولا يؤدي إلى أي أعراض. ثم تبتدي الأعراض عندما يكون غالبا أولا, يعني هنتكلم نقطة بسيطة عن ناحية التشريحية للبروستاتا. البروستاتا دي عاملة زي البرتقانة, فيها خمس فصوص زي البرتقانة بالضبط, حول المجرى البول فيها خمس فصوص. غالبا اللي بيحصل في الفص الخلفي, وعلشان كده أعراضه ما بتبقى متأخرة. يعني هو لو اللي بيحصل له أعراض متقدمة اللي بيبقى في الفص الأوسط. إحنا لأن السرطان بيحصل في الفص الخلفي, يعني زي ما بيحصل في قشرة البرتقانة ما بيوصلش للفص لمجرى البول, ما بقاش عنده أعراض على التبول في المرحلة الأولى في أغلب الحالات. فبيدنه مرض صامت ما عندوش أي أعراض, أنت بتشوفه بالصدفة, تعمل أشعة أو تعمل فحص تلاقي شيء جزء مش سليم وأنت بتفحص البروستاتا في إيدك أو بالأشعة. نعم. وهنا اللي بيفتح الباب للتشخيص السريع والعلاج الناجح. معظم العيانين بيكتشفوا بالصدفة الفحص السرير الدوري, يعني أنا العيان اللي بيفحص فحص السرير الدوري واكتشفه بالصدفة أن عنده سرطان بروستاتا اللي عنده نسبة شفاء قد تقارب, مش عايزين نقول 100% و 99% عشان نخلي 100% اللي ربنا سبحانه وتعالى. الفحص السريري والأشعة السينية البسيطة قد تشخص سرطان البروستاتا في مراحل متقدمة. بعد كده لو السرطان ابتدى يمتد إلى بقية البروستاتا فيبتدي يأثر لي على عملية التبول, ده بيبقى مرحلة متقدمة. وأحيانا يمتد خارج البروستاتا حوالي كبسولة, إذا امتد خارج كبسولة البروستاتا هنا بيبتدي يعمل أعراض في أماكن أخرى. من الأشياء اللافتة جدا البروستاتا بتنتشر مباشرة إلى العظام, يعني في وصلة مباشرة ما بين البروستاتا والعظام. طبعا هي مرحلة متقدمة نعم مرحلة, وعشان كده قد يأتي لك العيان في أول ما تشوفه, يعني عيان كبير في السن وعنده وجع في ظهره. افحص لأن قد يكون سبب ألم الظهر لما تروح لبتاع العظام دوت ويتم أدوية قد يكون منشأ سرطان بروستاتا. نعم, وطبعا يعني هذا الأمر لا يقتصر فقط على سرطان البروستاتا, حتى على بقية الأورام السرطانية, حتى سرطان الثدي قد تعاني السيدة أو الشخص الذي لديه سرطان في الثدي من مشكلة في العظام, وطبعا تكون المشكلة الأساسية, لكن عند الفحص يتبين أن السبب هو السرطان. نتابع حديثنا مع الدكتور أمين لكن بعد الفاصل. السلام عليكم دكتور أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي اتصال من الأخ أحمد في البداية. السلام عليكم أخي العزيز. السلام عليكم دكتور بشار. يا مرحبا, أهلا بك. هلا تفضل. دكتور أمين كيف حالك؟ أهلا وسهلا الحمد لله. بس بغيت استفسر لأنه الهند ذكر الدكتور بسام في أي مستشفى أنت, ولأنه لو يشرح عبر المذياع ما يكون طويل, أبغى بس أراجع لو سمحت يعني أي مكان. طيب إذا بتكتب لك رقمك عند الأخ محمد صفار أنا بتواصل معك إن شاء الله بعد البرنامج, وأيضا من زودك بالمعلومات ومن زودك بأيضا مكان تواجد الدكتور. شكرا لاتصالك أخي أحمد, بتمنى لك صحة والسلامة. هناك أيضا عدد من الرسائل دكتور أمين حاول نجاوب عليها التي وردت عن طريق الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف. طبعا حصر بول في الليل في منتصف الليل لكن كمية التبول تكون قليلة, فماذا ننصح؟ تمام, حصر بول أثناء النوم, يعني يقوم من النوم من يروح الحمام نعم. أصوب نعم. وكمية البول بتكون قليلة نعم. ننصح بزيادة شرب السوائل نمرة واحد. تمام. اثنين, ننصح بتحليل بول, فقط تحليل للبول وفحص بسيط نحدد السبب. قد يكون ده العمر كم سنة, يعني برضو النقطة العمر كم سنة دي مرتبطة بالعمر. لو في شاب صغير هيبقى الكلام غير لو واحد كبير لازم يفحص ويشوف طبيب المسالك البولية ويشوف يطمن على البروستاتا
وعلشان كميه البول المتبقي، احيانا بيكون في كميه متبقي او التهاب. شاب صغير نبتدي نبحث في موضوع الالتهاب اكتر، كبير نبحث اكتر في تضخم البروستاتا. نعم. طيب ايضا هناك استفسار من سيده، اعتقد طفله عمرها 3 سنوات تدخل الحمام عده مرات، وطبعا هذه الفتره يعني زادت، فما هو السبب؟ عدة الاطفال كثره التبول عند الاطفال لها اسباب متعدده، وهي مشكله شائعه. في البدايه بيكون نفسي، خلاص نعم. هقولها بسرعه كده نعم. قد يكون نفسي، قد بعض الاطفال يبقى عندهم نوع من الاسترس والضغط النفسي بصوره بأخرى، من التعامل، من اللعب مع الاطفال، من الشخص، من فبتؤدي الى بنفعلها الرد النفسي على هذا الموضوع انها تتبول كتير. في اسباب ثانيه، ان احيانا بخلل هرموني في هرمون الفازوبروستين، احيانا بيبقى شيء بسيط جدا، شويه التهابات بسيطه جدا متعالج. ده مهم جدا البنت دي تتفحص، الاطفال بالذات ناخد بالنا ان الاطفال اذا اشتكوا من البول من فضلك ما تعالجوهمش كده مع حتى ولا مع طبيب عام، روح لحد متخصص عشان تحط ايدك على السبب من البدايه وتعالجيه. والسبب بسيط جدا في كثير من الاحيان، واحيانا بقى بتكون مساله عصبيه، ودي شرحها يطول يعني، بس المهم مراجعه الطبيب لانه الاسباب هنا متعدده في الاطفال بالذات. حط ايدك على السبب بالظبط، تصل الى ان شاء الله الى الشفاء باذن الله. نعم طبعا. ايضا التهابات المسالك البوليه الشائعه البولية. اكثر شيوعا عند الاطفال، عند نعم. الاناث وعند الاناث ايضا بشكل يعني خاص، بس بيبقى معها حرقه، معظم لازم هيكون معها حرقه. نعم. لكن في اطفال كتير بقى بشوفهم كتير اطفال بيروحوا الحمام كتير من غير حرقه، ما فيش مشكله، هي كل شويه البنت رايحه جايه الحمام، واحيانا تبل نفسها ديك اثناء النهار واثناء الليل، ودي مشكله كتير كثيره، دي تحتاج فحص، وفحص دقيق يعني، وفحص بسيط ولكنه دقيق مع طبيب متخصص. طيب نعم، شكرا ايضا لهذه الاسئله، ايضا للاقتراحات فيما يتعلق بالصوت، يعني نحاول طبعا نرتب الصوت مع الشخص المعني الفني، طبعا فيما يتعلق بالانستغرام لايف اعتقد الصوت غير واضح كثيرا فاعذرونا. هناك ايضا رساله تقول: السلام عليكم دكتور، انا بقوم بالليل ادخل الحمام حوالي مرتين، بس انا بالطبيعي بشرب مياه كثير. تمام. نعم. برضه العمر، يعني من فضلكم اللي يبعث سؤال يقول لي نعم. عمره كام، لان العمر عامل مهم جدا يا جماعه في هذا الموضوع. عموما اذا الواحد شرب ميه كتير بالليل طبيعي انه ممكن يقوم مره او مرتين، وهذا ليس شيء مرضي، ده شيء طبيعي. اذا شربت ميه كتير بالليل لازم هتقوم مره او مرتين. حلها ايه؟ خلي الشرب بعد المغرب قليل، اشرب من الصبح لحد المغرب زي ما انت عايز، بعد المغرب قلل الشرب، المشكله دي تختفي. نعم. لكن طبعا شرب المياه مهمه جدا، يعني بنتمنى طول اليوم. نعم. ولكن نعم. قبل النوم، قبل نعم. النوم اذا الواحد شرب كتير غالبا بيقوم بالليل. نعم. اذا كان هو بيتضايق انه بيقوم بالليل يقلل الشرب فتره المساء قبل النوم. انا بتكلم كل اشرب ميه كتير جدا طول اليوم، وتعالى فتره الليل لو انت بتقوم بالليل ومتضايق منها قلل الشرب فقط، واعمل حاجه بسيطه تحليل للبول شوف في التهاب ولا ما فيش. نعم. طيب قبل الفاصل وقبل هذه الاتصالات والاستفسارات كنا نتكلم عن المراحل دكتور، وذكرنا آخر شيء أنه لما بتوصل المرحلة إلى العظام طبعا هذه المرحلة تكون خارج متقدمة. نعم متقدمة، ومثل ما ذكرت قد يعاني الشخص، وأنا ذكرت أيضا سرطان الثدي، لأن هناك حالات للأسف يعني سيدة تعاني من آلام في أسفل الظهر أو في الكتف، وتذهب من طبيب إلى طبيب وتتناول مسكنات ولم نعم نعم ولم يعني يقوم أحد بالاستقصاء بشكل دقيق وأخذ القصة المرضية بشكل مفصل، وكان يمكن قيام بفحص بسيط جدا أن يتم التوصل إلى معرفة السبب، وبالتالي يعني اتخاذ الاجراءات المناسبه في نعم. هذا الموضوع. نفس الشيء بالنسبه انا لو سمحت لي دكتور بسام بعد اذنك في النقطه دي، معلش انا عايز لي رساله توعويه بسيطه جدا. فضل. يعني احنا كلفه يا جماعه، لما كلفه معرفه السبب ايا كانت اقل كثير جدا من كلفه العلاج. بمعنى ان انت لو رحت عملت الفحص ووصلت للتشخيص ستوفر كثير جدا ماديا وصحيا. مشكلتنا الكبيرة ان كثير من الامراض بتهمل الى ان تصل لمرحلة وربما يوصل لك ما تقدرش تعمل له حاجة. الوقاية، التشخيص الدقيق، ومن فضلك للناس بقول لنفسي وبقول لزمايلي وبقول للمرضى ما تاخدش الموضوع لا تهون ولا تهول، يعني ما تعملش فحص من غير لازمة، ولا برضو تاخد الموضوع باستهانة وتقول ده حاجة بسيطة هتعدي. اوصل للتشخيص ببساطة جدا، سهل جدا الوصول للتشخيص، دي نمرة واحد. نمرة اثنين برضو رسالة أنا عايز أوجهها لكثير من الإخوان من الناس، يعني إنه حكاية العلاجات يا جماعة، العلاجات يعني بقت عاملة زي الموضة، كل شوية في جديد. في جديد في العلاجات وفي جديد في الطب، بس جديد بأصوله. يعني علاج البروستاتا من الأشياء البسيطة جدا في علاجها، وفيها أشياء كثيرة جدا جديدة، ولكن بيبقى الفتوى فيها
زي الفتوى الفقهية بالضبط. يعني انت ممكن تسأل واحد يسألني سؤال يقول لي انا اكون انا مثلا في الشرق على سبيل المثال وهعمل عملية في مستشفى ما، يجيني العيان يقول لي تعملها لي ازاي، اقول له اعملها جراحة خلاص. نفس العيان ده لو جالي في مستشفى تاني بامكانيات اعلى اقول له اعملها لك بالمنظار. نفس العيان اللي جالي في مستشفى تالت بامكانيات اعلى اقول له. انا اقصد ان الفقه حسب الواقع والمرض والعلاج حسب الواقع. نعم. لان العلاج بين ثلاث عوامل، علاج البروستاتا ثلاث حاجات. طبعا لو تقدر تعالج علاج دوائي افضل لك 100 مره من العلاج الجراحي ايا كان مهما سوقوا لك في العلاج الجراحي، واقول لك ده احسن حاجه في الدنيا. البروستاتا اللي تعالج دوائيا لا يجب الا تعالج جراحيا. طيب هتعالج جراحيا في طرق متعدده للعلاج لكن لا تناسب جميع الناس، كل واحد يناسبه ياخذ ما يناسبه وكل جراح له ما يناسبه. يعني علاقه ما بين البروستاتا كمرض وكحجم والمريض كحاله صحيه والطبيب كمهاره وامكانيات. واحد شاطر قوي في الجراحه يعملها جراحه يديك نتيجه 100%، واحد شاطر في المنظره هيديك نتيجه 100%، لكن ما بقاش انا مش كويس في المنظره واروح اعملها منظره هاخد نتيجه وحشه. لا طبعا. ثالث حاجه وده اهم في الموضوع، ان علاجات البروستاتا ديت دايما انا بشبهها بالمذاهب الفقهيه. المذاهب الفقهيه عندنا في الدين الاسلامي اربعه خلاص ومتعدده كلها صحيح، ما فيش مذهب افضل من التاني، بس ما تاخدش حته من المذهب ده وحته من المذهب ده وحته من المذهب، تاخد المذهب على بعضه بما له وما عليه. من الناحيه كلها الطبيه آراء صحيحة. نعم. من كلها آراء صحيحة. نعم. من الناحيه الطبيه دائما نقول هناك قاعده يعني واضحه تماما، هناك مريض مناسب، طبيب مناسب، امكانيات ايضا مناسب. اجهزه او مكان اجهزه مكان وتجهيزات مناسب. ومكان مناسب حتى طبعا، يعني هناك اربع عناصر لابد ان تتحقق حتى يعني نصل الى الخطه الى تحقيق الخطه العلاجيه. الهدف بالخطه العلاجيه دائما الشفاء وايضا تحقيق اعلى معايير السلامه للمريض. يعني مثل ما ذكرت اذا كان الشخص يعني حتى لو كان ماهر جدا بالمنظار لكن لا تتوفر لديه الاجهزه طيب. المنظار او الليزر خلاص ما تعملهاش نعم. الا وان تنت كل الاجهزه لكن دائما نقول يعني بتمنى دائما ومثل ما حكينا في البداية دكتور وضوع الفحص الدوري وأيضا أن نهتم يعني حتى لا يجوز هذا التشبيه، يعني للأسف كثير من الأشخاص يهتمون بالهاتف المتحرك باستبداله بمراجعة أقرب شركة إذا ما تعرض لكسر أو حتى خدش يعني، لكن يعني الجسد يأنه كثيرا وألم شديد ومن ثم يعني يتأخر في الذهاب. طيب لدي أيضا اتصال للأخ أبو محمد أبو محمود. ألو السلام عليكم. كيف حال دكتور؟ عليك السلام، مرحبا، أهلا وسهلا فيك دكتور أمين. معك تفضل. برنامج طيب وجزاكم الله خير. تفضل. يعني فادت الناس، هذا شيء طيب، بارك الله فيك. واجبنا جميعا. تفضل. أنا بس في موضوع البروستاتا كان في موضوع يعني مهم كان أخ بيشكي منها وهو بالستينات من عمر. نعم. فموضوع الدكتور مهم جدا، زي ما فضل الدكتور أفضل يعني يذهب لشخص يعني يكون يعني متخصص في هذا الموضوع. نعم. كان ذهب إلى اثنين فقال لازم يشيل البروستاتا. فراح الأردن دكتور اسمه أمون الزبدة في المستشفى الأردن، أنا أشكر هذا الدكتور، قال له ما يحتاج، خريج بريطانيا ما شاء الله. فقال أنت الآن بس أعطاه فحوصات وأدوية من 5 سنوات لليوم والآن حالته صحية طيبة وما يحتاج، لكن بعض الدكاترة قالوا لا تشيلها وعندك عملية جراحية تقريبا تكلف 15,000 درهم أو 3,000 دينار في الأردن. فأنا أشكر الدكتور على أنه يعني لازم الشخص يعني يذهب لتشخيص يعني طيب، وفي نفس الوقت يعني الدكتور نفسه يكون عنده مخافة الله سبحانه وتعالى حتى يعطي المريض العلاج الصحيح. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على البرنامج. شكرا لاتصالك أخي أبو محمود. أنا لي تعليق صغير على ده، معلش يعني تعليق صغير، يعني زي ما أنا قلت لك قبل من دقائق إن هو أي بروستاتا لما تروح للطبيب ناقشه هل في إمكانية للبعد عن الجراحة ولا الجراحة حتمية. الجراحة حتمية في بعض الحالات القليلة، جراحة البروستاتا حتمية واستئصالها ليست واسعة، يعني مع تطور الطب وتطور الدواء. يعني أنا زمان أنا بشتغل بقالي 40 سنة، زمان كان بيجي لي كل مثلا 100 عيان أعمل 60 منهم عملية، احنا عندنا في مصر الأعداد ما شاء الله يعني، لكن الآن لما بيجي لي 100 عيان بعمل لواحد، مش واحد من 100، واحد من 1000، و99 بقى عليكم دوائيا. ليه؟ لو العلاج الدوائي أفضل إذا كان متاحا وإذا كان ناجع، يعني ما عنديش شيء يؤدي للجراحة، من فضلك ما تروحش تعمل عملية استئصال البروستاتا، لأن مهما قالوا لك عن درجة أمانها وأنها ممتازة جدا، استئصال أي عضو من الجسم هو عضو نافع وله آثار، ما تاخدهاش إلا بتكلفة، إلا لما يكون ما قدامكش مكان تاني أو مجال تاني للعلاج. ده دايما النصيحة اللي بنقولها،
لكل الناس، والمريض لازم يكون عنده وعي يسأل الدكتور انت يعني طب انا بشيلها ليه، هل في طريقة تانية للعلاج ولا لا، هيجاوبه. نعم، اخر سؤال وطبعا بسرعة يعني باقل من 30 ثانية، هل الالتهاب المتكرر في البروستات يؤثر في الانجاب؟ التهاب البروستات المتكرر قد يؤخر الانجاب. نعم يؤخر الانجاب، يؤثر لانه وجود الصديد في السائل المنوي بيؤدي الى ضعف الحيوانات المنوية، في نفس الوقت بيؤدي الى سرعة في القذف، واذا كان هناك سرعة في القذف تؤدي الى تأخر الإنجاب، وده موضوع مهم جدا ويطول الكلام فيه يعني أكيد لو في عندك وقت. في للأسف الوقت انتهى، إن شاء الله في يوم قادم. كل الشكر للدكتور أمين الصيرة في اختصاص أمراض وجراحة المسالك البولية بمركز الشارقة العالمي للطب الشمولي في الشارقة. دكتور أمين شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا لك.